الذي بادرت شركة جيكتي. ليس واجبا ب visiter les stands. J'appelle mon ami du docteur Horma qui est prêt que nous pouvons par rapport aux expos. اليوم بالشراكة مع شركة جيكتيز نظمنا المؤتمر الدولي الأول للسياحة العلاجية في الجزائر. المؤتمر هو الأهداف تاعه ولا الأهداف القيمة اللي إن شاء الله نوصلوا لها هو أن تكون الجزائر وجهة استقطابية للسياحة العلاجية. اليوم الجزائر لديها مؤهلات كبيرة ما يجعلها أنها تدخل في والله تنافس بعض الدول في مجال السياحة العلاجية، لأنه بعض الدول هالمجال هي تعتمد عليه كاقتصاد وطني. اليوم الحمد لله شفتوا وفود كثيرة اللي شاركت في المؤتمر، لدينا عدة دول من الهند، من تركيا، من تونس، من الأردن، من بولندا، كل الوفود جات اليوم تشارك ونعرفوهم وشحال عندنا احنا إمكانيات، وعلى راه تتوفر الجزائر وغنى الأرض الجزائرية بالمؤهلات التي تسمح أو تفتح لنا المجال اليوم أننا نقوم بالتحفيز على النهوض بمجال السياحة العلاجية لكي يكون موازيا لبعض الاقتصادات الأخرى التي تعتمد عليها البلاد. شوفوا بلدان مشات كثير في السياحة العلاجية والمدخول تاعها بالمليارات، يعني الجزائر البنى التحتية موجودة، الإرادة موجودة، الهياكل موجودة، كل شيء موجود، باقي فقط لتنسال هذه الشرارة به أبناء الجزائر الموجودين برا يفيدوها بالتجارب، وأبناء الداخل والسلطات العمومية تحط اليد في اليد، وممكن نمشيو كما كنا نسمعوا لطورال 1600 كيلومتر ممكن تكون فيها علاج بمياه البحر، كاين العلاج الحموي، كاين السياحة، سياحات كلها موجودة. وحتى سمعنا رقم 320 مؤسسة استشفائية في الجزائر، هذا يعني الانفراستركتور هذه تخلينا نتشجعوا أكثر باه نأمنوا بنفوسنا أكثر ونمشيوا للأمام ونخرجوا أوت أوف باريل كما يقولوا، نخرجوا من التفكير داخل صندوق البترول تحت برميل البترول، نخرجوا إلى ريشاس واحدة أخرى يخلقها الإنسان، يخلقها لو سافوار فير، تخلقها العلاقات، يخلقها ليكو سيستيم، يخلي من هذه الصناعة وهي أندستري في الحقيقة تزدهر في الجزائر، ويصبح الإنسان الجزائري يعالج هنا فضلا عن أنه اللي برا يجيو يعالجوا في الجزائر. في الحقيقة مصر بتتابع بكسب هذا الموضوع باعتباره من أهم القطاعات للتعاون ما بين البلدين. في الحقيقة أنا بحضر بصفة ممثل للسفارة بتوجيه رسمي من السيد السفير دكتور مختار وريدة سفير مصر لدى الجزائر، وده اللي بيعكس مدى أهمية مدى اهتمام مصر بدعم التعاون في مع الجزائر في هذا القطاع. مصر على استعداد تام، مصر لديها خبرة كبيرة جدا جدا في مجال في قطاع اللي هي السياحة العلاجية، مصر لديها منتجعات متخصصة على أعلى مستوى، مصر بتعتبر مقصد عالمي من للمرضى من كافة أنحاء العالم، عندنا سياحة يعني تفوق ال 2 مليون أو أكثر المرضى بتيجي للسياحة العلاجية مخصوص للسياحة العلاجية، فمصر بما لديها من خبرات في هذا المجال على استعداد تام إنها تتعاون مع الجزائر. في الحقيقة إحنا التعاون، أنا بتكلم عن حاجة كمان حصلت بالفعل، إن إحنا من شهر جت شركة كبيرة، شركة المقاولين العرب، مقاولون العرب لإدارة المرافق، جاءت إلى الجزائر، وزارة الجزائر، وقابلت المسؤولين في وزارة الصحة الجزائرية والمستشفيات، وأبدت استعدادها للتعاون مع الجزائر في لإدارة بعض المرافق والمنتجعات الطبية السياحية لرفع الكفاءة. وبالفعل تم طرح بعض الأفكار، ويمكن مشروعات يمكن تتنفذ بإذن الله في الفترة القريبة. تشرفت طبعا بحضوري لحضور أهم مؤتمر للسياحة العلاجية بالجزائر، وهو يربط العلاقة الفذة والمتينة ما بين الأردن وبين الجزائر، لأن تطلعاتنا لحضور مؤتمرات لتنشيط العلاج ما بين الأردن والجزائر شيء أساسي. الآن أي مريض بحتاج دائما لتقديم رعاية طبية ذات جودة عالية وذات كفاءة وذات تقنية عالية باستخدام أحدث الأجهزة وأحدث التقنيات وأكثر
العلوم المتوفرة تطورا في العالم. الآن الأردن بتواجده باسمي واسم المركز العربي أنا كمدير عام ننظر إلى تطوير العلاقة ما بين الأردن وبين الجزائر عن طريق تقديم خدمة طبية مميزة لمرضى الجزائر أو تقديم العلوم الطبية كمان المميزة.